يا صباح الخير والسعادة على كل الزملكاوية في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. ويوم جديد بنبدأه مع حضراتكم، يوم الأربعاء 24 مايو، وحلقة جديدة من برنامج نهارك أبيض. طيب، يمكن علمونا باستمرار أن المبادئ لا يمكن أن هي تتجزأ، وعلمونا دايما أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. طيب، أنا ليه بقول الكلام ده وليه بدأت كلامي بالكلام ده؟ بدأت كلامي بالجملة دي لأنه يمكن بقالنا 48 ساعة العالم كله منتفض، العالم كله منتفض بسبب العنصرية، بسبب التنمر اللي تعرض ليه نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا. المباراة دي كانت في الدوري الأسباني وكانت يوم الحد اللي فات. من وقتها والدنيا اتقلبت، وخاصة انه دي مش اول مرة للامانة يتعرض فيها فينيسيوس جونيور للعنصرية. لا، الراجل اللي بيتعرض بقاله كتير للعنصرية، بقاله سنين وسنين وبنتكلم عن ده على طول، ودايما بنتكلم عن صور العنصرية اللي يمكن بيتعرض ليها فينيسيوس جونيور. لكن المرة دي هو قال خلاص، ما كانش قادر يستحمل اكتر من كده، وقرر ان هو هيطلع المرة دي وهيكبر الموضوع. وفعلا المرة دي الموضوع كبر قوي، واتكلمت عنه امبارح. الموضوع خد منظور اوسع، والموضوع تداوله العالم كله، لدرجة ان اللاعب خرج بكل وضوح مش بس بيتكلم عن العنصرية اللي بيتعرض ليها، لا، هو كمان بيتكلم ان المجتمع الاسباني كله بيصدر صور عنصرية او صورة عنصرية عن البلد، وان الكرة عندهم بيحتكرها العنصريين بعد ما كانت مسابقة الليجا طبعا ملك الاسماء بحجم رونالدينيو، ميسي، كريستيانو رونالدو. طلع فينيسيوس جونيور بعد اللي حصل ده وقال تصريحات قوية جدا بتدل ان هو زي ما بقول لكم كده، هو خلاص ما بقاش باقي على حاجة وجاب اخره زي ما بيتقال. وحتى لو الموضوع اضطر ان هو يرحل عن الدوري الاسباني وعن ريال مدريد، لكنه وصل لمرحله هو خلاص ما بقاش قادر يستحمل اكتر من كده طبعا صور العنصريه والعبارات المسيئه اللي بيتعرض ليها. يمكن قصه فينيسيوس جونيور شهدت موجه تعاطف كبيره، او يمكن موجه تعاطف ربما تكون غير مسبوقه. لعيبة، رياضيين عالميين، مختلف الجنسيات بقى ومختلف الأعمار ومختلف الديانات، داخل أسبانيا خارج أسبانيا، اللي بيحب الريال أو مش بيحب الريال، الكل بلا استثناء تعاطف مع فينيسيوس جونيور في اللي حصل له وفي العنصرية اللي بيتعرض ليها، والكل كمان دخل وأبدى دعمه لفينيسيوس جونيور، سواء بقى عبر بيانات رسمية أو حتى من خلال حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا. الموضوع كبر زي ما قلت، والموضوع من ضخامته كمان دخل فيه سياسيين، لدرجة ان الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا كان في اليابان، كان في قمة سياسية لمجموعة الدول السبع، وكان في اليابان واستغل فكرة تواجده هناك في حدث كبير زي ده، وبدأ كلامه بإبداء دعمه التام لنجم بلاده، وكمان طالب بمواجهة العنصرية بكل حزم داخل الملاعب. يعني الموضوع تصاعد، الموضوع كبر لدرجة انه الرئيس البرازيلي بيتكلم عن حاجة زي كده في قمة عالمية. يعني الموضوع ما كانش بس مجرد ان هو طلع فينيسيوس جونيور واتكلم مثلا في بيان او على السوشيال ميديا والموضوع كان داخل حتى اسبانيا، لا، الموضوع كبر وتصاعد. الحقيقة انه ريال مدريد نادي اللاعب أصدر بيان ربما يمكن من قوة البيان البعض ما توقعهوش، لأنه خرج الموضوع والأزمة بره الملعب. الموضوع كبر زي ما قلت، الموضوع ما بقاش موضوع هتافات عنصرية جوه ملعب أو بس في مباراة كرة القدم، لا، الموضوع كبر قوي، الموضوع راح للقضاء. والنادي قدم شكوى لمكتب المدعي الأسباني ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع نظرا طبعا لخطورة الأمر والقضية دي من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أي شخص آدمي، بعيدا بقى عن فكرة الانتماءات والتحيزات على اختلاف أشكالها. كل الضجة دي تفتكروا جاية من إيه؟ يعني هل إيه ممكن يكون سبب الضجة اللي حصلت دي؟ يعني لعيبة كتير بتتعرض لعنصرية، ولعيبة كتير بتتعرض لعبارات مسيئة وشتيمة وإهانة وعنصرية بكل أشكالها. تفتكروا إيه المرة دي اللي خلى الموضوع يكبر كده؟ ده سؤال مهم. هل بسبب شهرة اللاعب؟ هل بسبب شهرة النادي اللي اللاعب بيلعب فيه؟
هل الاهتمام الكبير باللي حصل ده جاي من كون انه اللاعب اللي اتعرض ليه او اللي اتعرض ليه فينيسيا جونيور مش قليل، ودي مش اول مره زي ما قلت، الموضوع متكرر ومتتالي وبيحصل كتير جدا لدرجه ان الواحد كنا بنزهق من كتر الاخبار اللي بنطلع نقولها على التنمر اللي بيتعرض له فينيسيا جونيور، ويمكن دي حاجه صعبه على اي حد ان هو يتقبلها، يعني صعب ان اي حد يستحمل كل ده. هل هو ده السبب؟ افتكر ان في اسباب كتير، لكن السبب الاكيد اللي انا شايفاه هو فكره ان الرفض المجتمعي اللي بيحصل للاعب ده جاي من كونه في المقام الاول والاخير هو انسان. ففكره ان حد يعاير انسان بشيء لا يقلل منه ابدا ولا يضيف للشخص اللي بيعايره، يعني انت الناس اللي بتعاير فينيسيوس جونيور انت بتعايره بحاجه هو ما عملهاش او حاجه هو ما خلقهاش، ولما تعايره بيها ده مش هيضيف لك حاجه ولا هيخليك انت احسن او افضل منه. فكره بغيضه حقيقي، فكره العنصريه اسوأ حاجه الواحد ممكن يشوفها، واسوأ حاجه ممكن حد يتعرض ليها هي العنصريه، لانه حقيقي مش منطقي ابدا ان انت تطلع تقول لشخص انا احسن منك او انا افضل منك او انا لوني احسن او انا شكلي احسن او بلدي او ديني او 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 كل انواع العنصريه بكل اشكالها ومختلف اشكالها، لان اولا دي نقطه ما تميزكش في حاجه، نقطه ما تميزكش في حاجه ولا تضيف لك شيء ولا تقلل من اللي قدامك شيء، لانه ببساطه شديده ببساطه شديده مش انت اللي عاملها، مش انت اللي خالق نفسك كده، ولا هو اللي خالق نفسه كده، ولا انت ليك فضل في ان انت ممكن يكون شكلك احسن، ولا هو ليه يد في ان هو ممكن يكون شكله بالنسبه لك انت ان هو شكله مش عاجبك. ده مش انجاز شخصي يا جماعه. وانا عارفه ان في ناس كتير متفهمه حاجه زي كده، وفي ناس كتير بدات يبقى عندها الوعي الكافي، لكن للاسف لسه في ناس عندها مشكله ان هي مش قادره تميز يعني ايه عنصريه، وفي ناس عندها مشكلة الانتماءات. الانتماءات يا جماعة ملهاش أي علاقة بأخلاقك ولا بإنسانيتك ولا بقيمك. لازم تفرق كويس قوي بين الانتماء لنادي معين وما بين إن أنت تكون إنسان. حط حبك وشغفك وانتمائك وولائك للنادي على جنب، وحط إنسانيتك على الجنب الآخر. الإنسان أكبر بكتير من إن أنت تحكم عليه بشكله أو بلونه أو بمجتمعه أو بفئته أو بأيا كان. ما ينفعش بسبب حبك لناديك تطلع تعاير شخص آخر لأي سبب. ياما ناس كان شكلها حلو جدا وفي وجهة نظرهم أو في وجهة نظر نفسهم وهم للأسف من جوه فاضيين، يعني أنت ممكن اللي تكون بتحكم على شخص وبتقول عليه إن هو شخص لأي سبب يستحق العنصرية، أنت ممكن تكون شكلك حلو من بره بس من جوه فاضي وتافه ولا قيمة لك في الحياة، ممكن ما تكونش عملت في حياتك أي حاجة. للأسف في ناس لازم تميز وتفرق كويس قوي ما بين إن أنا بحب النادي بتاعي وما بين إن أنا أكون عنصري تجاه لاعب في أي نادي تاني أو في النادي المنافس، أو إن أنا عشان ما بحبش لاعب في نادي معين فأنا همسك اللاعب ده أسلخه وأجلده وأقول له كلام أنت ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل له بسببه. وأكتر حاجة لفتت نظري إني لقيت ناس بتحكم على العنصرية من باب الانتماءات، يعني دي أكتر حاجة مضايقاني. دي كارثة يا جماعة. دي كارثة. وكارثة كبيرة، لأنه زي ما قلت فكرة إن أنت تدخل العنصرية في الانتماءات وفي ألوان النادي، لأ ده مش انتماء ولا ده حب للنادي، ولا أنت كده بتحب ناديك، ولا أنت كده عندك ولاء ولا وفاء للنادي بتاعك. الموضوع أكبر من كده، فكرة إن أنت لازم يكون عندك انتماء لإنسانيتك. أنت في المقام الأول والأخير إنسان. ما تقبلش إنه أي إنسان زيك يتعرض لحاجة زي كده، كما تدين تدان. هيجي عليك اليوم اللي هتتعرض فيه لعنصرية بشكل أو بآخر من مجتمعك. لازم نكون بني آدمين فعلا، نكون أشخاص محترمين أسوياء زي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. أنت إنسان قبل أي حاجة.
انت انسان قبل ما تكون زملكاوي ولا اهلاوي، قبل ما تكون كتالوني ولا مدريدي، تشجع ليفربول، بتحب ميلان، اوعى تخلي انتمائك الكروي يجردك من انسانيتك، اوعى تخليه يجردك من انتمائك البشري السوي الطبيعي، الفطره اللي خلقك عليها ربنا. لازم تكون بترفض اي فعل غير بشري، اي فعل غير سوي، بصرف النظر بقى عن وقوع الفعل ده ضد مين ولحساب مين، شخص بتحبه، شخص بتكرهه، شخص بتحترمه أو لا تحترمه. في الأول وفي الآخر أنت لازم تحترم إنسانيتك وفطرتك الطبيعية. نرجع تاني لحوار فينيسيوس، عايز تحب فينيسيوس أو تكرهه أنت حر. ما تحبوش يا سيدي، أنت شايف إن هو لاعب مشاغب أو لاعب غير محبوب أو أو أو، أنت حر ما تحبوش، لكن أوعى مشاعرك دي أو حتى انتمائك لفريق تاني يخليك تقبل عليه اللي ما تقبلوش على نفسك. شوفوا زي ما تشوفوا، زي ما قلت، شوفوا لاعب مشاغب، شوفوا لاعب مستفز، شوفوا لاعب بيضايق يمكن مشاعر الخصم، لكن اوعى تشوفوا ان هو يستحق يتعير بشيء. اولا لا يسيء في المقام الاول ولا بايده في المقام الاخير، تعيره بايه؟ والحقيقه انه انا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، بس النهارده كنت حابه اكد عليه، لان الموضوع زي ما قلت موضوع بتاع فينيسيوس جونيور كبر قوي، والموضوع بقى واخد تعاطف من الناس بشكل كبير قوي، والناس كلها داخله على السوشيال ميديا بتتكلم، وكله مركز في اليومين دول مع فينيسيوس جونيور واللي بيتعرض له من اساءات ومن اهانات ومن عنصريه، والكل ناسي اللي كان بيحصل عندنا هنا وقدام عينينا والناس بتشارك فيه، هم نفس الناس. فمن هنا كان لازم النهارده اطلع واواجه كل التحيه والتقدير والتعاطف لكابتن شيكابالا. شيكابالا انت جبل، والله العظيم انت جبل، انت اتحملت اللي ما يتحملوش اي بني ادم، وربنا ورانا، يعني ربنا جه اليوم وورينا موقف ونموذج يخلينا ندرك قد ايه انت اتحملت وقد ايه انت شفت وعشت اللي الناس النهارده بترفضه، واللي الناس النهارده بتدينه، وهو بيقع على شخص في الجانب الاخر من العالم، يعني في حته تانيه خالص بعيد جدا عننا. هي نفس الناس اللي كانت بتقبل على شيكابالا الإهانات، هي نفس الناس اللي بتدافع عن فينيسيوس جونيور النهاردة، الناس اللي قبل كده كانوا بيذبحوا شيكابالا. حب أقول لهم يا جماعة، المبادئ لو اتجزأت دي كارثة. لو أنت شايف أن فينيسيوس جونيور لا يستحق لكن شيكابالا يستحق، دي كارثة حقيقي. انت كده بتجزأ مبادئك، بتجزأ انسانيتك. دي مشكلة كبيرة قوي عندنا للأسف، واتكلمت عن المشكلة دي امبارح، لأنه عايزاكم تتخيلوا معايا كده لو فينيسيوس جونيور ده كان لاعب في الدوري المصري. أو مش لكم أن تتخيلوا، هو أوريدي ده بيحصل عندنا، بس لكم تتخيلوا إن ده لاعب في الدوري المصري، كان حصل له إيه؟ كان هيحصل له إيه؟ عارفين كان إيه اللي هيحصل؟ كان اتحاد الكوره والمسؤولين عن الكوره في مصر هيعملوا ايه اللي ممكن يعملوه؟ كان بالظبط بالظبط هيقفوه 8 شهور، كل سنه وانتم طيبين وخلاص الموضوع على كده. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل بالظبط، ده اللي طلع او ده اللي حصل لشيكابالا قبل كده. كنت لسه بقول لكم امبارح شيكابالا كان بيتشتم ويتعاقب الاثنين. شوفوا الناحيه الثانيه في العالم الموازي، العالم اللي نفسنا ان احنا نوصل في يوم من الأيام ونبقى زيه. شوفوا لما حصل ده الموضوع كبر إزاي، شوفوا لما فينيسيوس جونيور اتعرض، أنا عارفة إنها مش أول مرة وده بيحصل له كتير، بس لما الموضوع كبر والموضوع اتصعد، لأ كان في خطوات حازمة، كان في قرارات. طلعنا وقلنا إنه كان في قرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه هيوقفوا اللعيبة، عفوا هيوقفوا الجماهير عن حضور المباريات، هيشوفوا مين الجماهير اللي كانت بتهتف هتافات عنصريه ومسيئه ضد فينيسيوس جونيور، وهيقوموا بوقفهم عن
حضور المباريات أو منعوهم من حضور المباريات. الحكام بقى، الحكام اللي كانوا متواجدين في المباراة ديت وخدوا قرار الطرد ضد فينيسيوس جونيور، اتحكم عليهم ان هم هيتوقفوا الموسم الحالي والموسم القادم. قلت امبارح في الحلقة، قلت لو ده حصل عندنا هنا في مصر، كل واحد متواجد في المدرجات هيفكر مليون مرة، عفوا هيفكر مليون مرة قبل ما يطلع يشتم او يهاجم او يقول اي عباره مسيئه لاي لاعب. انا مش بتكلم هنا عن شيكابالا دلوقتي، يعني انا بس عايزه افهمكم على حاجه، انا هنا مش بتكلم عن شيكابالا، انا جبت شيكابالا كمثال مش عشان انا زملكاويه، عشان يمكن دوت المثال الاوضح والاشبه لموقف فينيسيوس جونيور، لكن انا هنا بتكلم بشكل عام عن اي لاعب، اي لاعب بيتعرض لاي اساءات، لاي شكل من اشكال العنصريه، لاي اهانه، لأي شتيمة ليه أو لأهل بيته، زي ما بنشوف للأسف مع لعيبة كتير. الموضوع مش متوقف أو مش محصور هنا في شيكابالا عندنا في مصر، موضوع بيعاني منه لعيبة كتيرة جدا. لازم يكون عندنا الوعي الكامل والثقافة اللي تخلينا نكون فاهمين إن دول بني آدمين زينا زيهم، زي ما تسمحش ولا تقبل على نفسك إن أنت تتشتم أو تتهان، ومش هتقبل ده، ومش هتقبل ان حد ممكن يجيب سيره اهل بيتك. لازم يكون عندك الوعي الكافي انك تفهم ان ده بني ادم زيه زيك، مش هيقبل ده. وبلوم على الناس اللي بتطلع وتقول اصل هو ما هو بيرد. طب ما هو انت لو انت واقف انت وهو وجها لوجه هو كان الموضوع هيختلف تماما، لكن هو للاسف لانه لاعب ولانه موجود في الملعب وفي حاجات كتير بتفرضها عليه، فكره ان هو رياضي ولاعب كره قدم وان الاضواء كلها مسلطه عليه وان هو مشهور، ما بيقدرش ان هو ياخد حقه ويرد على الاهانه اللي ممكن اي حد فينا ما يقبلهاش على نفسه ولا على بيته. كم مره يا جماعه شيكابالا اتلام عليه هو ولاعيبه اخرى، اتلام عليهم ان هم بيردوا. حط نفسك مكانه، حط نفسك انت مكانه، لو انت اتشتمت الشتايم دي انت هتعمل ايه؟ افتكر ان انت مش بس هترد، افتكر ان انت الموضوع هيكون اكبر من كده. فينيسيوس جونيور ما هو بيرد، بس بلده او مش بلده، الاتحاد الاسباني لكره القدم والبلد اللي بيلعب فيها قررت ان هي مش هتقبل بده وهتجيب له حقه. محدش قال له اصل انت بتطلع ترد، محدش قال له اصل انت بتطلع ترد فانت مش هنجيب لك حقك، ده احنا بالعكس ده احنا هنوقفك، محدش قال له كده. محدش قال له زي ما كان بيتقال لشيكابالا، ما احنا عندنا لعيبه كتير سمراء البشره زي لعيبه عظيمه احمد الكاس واسماعيل يوسف وغيرهم كتير وما كانوش بيتشتموا، اشمعنى انت يا شيكابالا؟ ما نفس الكلام برضه على فينيسيوس جونيور، ما في تشاوميني وفي كامافانجا، في لعيبه كتير سمراء البشره وما بيتشتموش، بيتقال كده بس محدش طلع وقال كده. ليه؟ لانه مش معنى انه ده شخص مشاغب فده يسمح لنا ان احنا نتكلم في حاجه لا تعيبه بشيء ولا تقل منه بشيء، ومش وحاجه مش بايد دي ولا بايده. بتعاير بايه؟ بتضطهد لاعب عشان ايه؟ انا مش مصدقه ان لسه في ناس بالعقليه دي، مش مصدقه ان لسه في ناس ممكن يكون فكرهم كده. انا ممكن الوم على حد مش متعلم، لكن اللي بيضايقني ان احنا ناس متعلمين، ناس المفروض اللي بيعملوا كده اللي في المدرجات دول ناس متعلمين ومفروض ان هم خريجي مدارس وجامعات. انتوا ازاي بتوصل بيكوا الحال ان انتوا بعد كل التعليم اللي اتعلمتوه ده وبعد كل اللي درستوه وكل اللي احنا عرفناه، ومش بس عرفناه في المدارس وفي الجامعات، ده احنا عرفناه ده ديننا بيقول كده، ايا كان دينك ايه، ما افتكرش ابدا ان دينك ممكن يكون علمك ان انت تتكلم عن شخص بشيء هو ما خلقهوش، دي خلقة ربنا. بتعايره بايه؟ ما بتحبوش يا سيدي خلاص خلاص، لكن لا تشتمه ولا تعايره ولا تهينه ولا تغلط فيه. ولازم نتعلمه من اللي حصل ده كله ان احنا يكون عندنا قرارات رادعه من الاتحاد المصري لكره القدم بشان اي واحد يتجاوز في حق اي لاعب من اي نادي. لازم يكون في ده عشان الرياضه المصريه نشوفها في حته مختلفه، عشان نقدر نقول ان احنا دوله متقدمه في كره القدم. نبدا حتى لو دي حاجه بسيطه ممكن ان احنا نعملها، احنا عندنا حاجات اختلافات كبير وعارفه ان في جاب كبير ما بيننا وما بين الناس دي، بس
ده شيء بسيط وشيء إنساني في المقام الأول والأخير. أتمنى إن الظاهرة دي ما نشوفهاش. بنكره العنصرية ودايما بنطلع ندين العنصرية وأي حد بيستخدمها بأي شكل من أشكالها. حقيقي مثال فينيسيوس جونيور ده خلانا نشوف بعنينا اللي كان بيحصل لشيكابالا، وما كانش حد بيتكلم وما كانش حد بيقف جنبه ولا كان حد بيدافع عنه، بالعكس كانوا بيشيلوه الشيلة وكانوا بيحملوه فوق طاقته، وبعد ما كان بيتهان وبيتشتم وبيتم يعني أسوأ صور العنصرية كانت بتتعمل في حقه، كان بيطلع يتعاقب بعدها ويتوقف كمان. طيب النهاردة في فقرة سهم وقوس هنروح نتكلم عن اللي حققته الفرق الرياضية المختلفة بنادي الزمالك. طبعا موسم صعب جدا على نادي الزمالك رغم كل الأزمات المادية والاقتصادية والإدارية اللي تعرض ليها النادي في الموسم الحالي، موسم 2022-2023، لكن نادي الزمالك قدر ان هو يحقق البطولات الممكنة في الرياضات الأخرى. هيكون معانا الناقد الرياضي أستاذ أمير نبيل، هيكون متواجد معانا في فقرة سهم وقوس وهنتكلم معاه في تفاصيل كتير، وهيتكلم هل مازال في الإمكان شيء ما أو ما يمكن أن يفعله فريق الكرة فيما تبقى من هذا الموسم، ولا نبدأ نحضر للموسم القادم. انتظرونا في فقرة سهم وقوس هنتكلم في تفاصيل كتير جدا. دلوقتي خلونا نروح نستعرض معاكم كل الأخبار الجديدة والخاصة بفريق كرة القدم في فقرة إقرا الخبر. فقر الخبر البداية من عند المستشار مرتضى منصور اللي بيعقد مؤتمرا صحفيا غدا يوم الخميس الموافق 25 مايو في تمام الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، طبعا على أن يسبقه اجتماع مهم لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي. طيب نروح لأخبار الفريق. الفريق استأنف طبعا تدريباته بقيادة الكولومبي أوسوريو، استأنفوا التدريبات النهاردة الصبح على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر ليها يوم 30 من الشهر الحالي. طبعا الفريق كان حصل على راحة سلبية امبارح من التدريبات بعد خوض مباراة الداخلية في الدوري اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. قام أوسوريو المدير الفني للفريق بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين داخل غرفة المحاضرات، وده كان قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح النهاردة. أوسوريو قام خلال المحاضرة اللي استمرت لمدة تقترب من النصف ساعة بشرح كافة التفاصيل الفنية والخططية اللي حصلت في المباراة السابقة أمام الداخلية. طبعا ده كمان أوضح السلبيات والأخطاء اللي حصلت في المباراة من أجل تصحيحها وتفاديها خلال الفترة المقبلة. كمان المدير الفني شرح البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. خصص الجهاز الفني للفريق فقرة بدنية خاصة على هامش المران الصباحي النهاردة، وتم تقسيم اللاعبين خلالها لمجموعتين. المجموعة الأولى ضمت مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة الداخلية الأخيرة، وخاضوا تدريبات تأهيلية قوية وتم رفع الحمل البدني ليهم بشكل كبير عشان يتم تجهيزهم بأفضل شكل خلال هذه الفترة. على الجانب الآخر أدت المجموعة اللي شاركت في مباراة الداخلية تدريبات تأهيلية خفيفة منعا لتعرضهم للإجهاد، كمان اكتفوا بهذه الفقرة فقط ولم يستكملوا باقي المران، وده كان وفقا لقرار المدير الفني منعا لتعرضهم للإجهاد.
نروح لناصر منسي وعمر جابر واحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي. الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك اللي ادوا التدريبات الجماعيه الصباحيه النهارده يوم الاربعاء. طبعا الرباعي شارك في المران الجماعي للفريق بعد تمثلهم للشفاء من الاصابات المختلفه اللي كانوا تعرضوا ليهم خلال الفتره الماضيه. نروح لرباعي حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم والسيد عطية، هم كمان أدوا فقرة تدريبات خاصة على هامش المران الصباحي النهاردة. الحراس أدوا فقرة تدريبات تأهيلية قوية في بداية المران بشكل منفرد، وده كان تحت قيادة كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى. بعد كده خصص كابتن محمد عبد المنصف فقرة فنية لرباعي حراسة المرمى تم التركيز فيها على التعامل مع الكرات العرضية والكرات المرتفعة في العمق واستخدام الحواجز البلاستيكية لتقوم بدور اللاعب الخصم. كمان كان في جزء للتدريب على التسديدات من مسافات مختلفة في الملعب. طبعا ده كان التدريب اللي خاضه رباعي حراسة المرمى، ودي كانت الاستعدادات طبعا اللي بيقوم بيها الجهاز الفني من أجل المباراة القادمة. دلوقتي خلونا نروح لأخبارنا العالمية وفقرة نهارك عالمي. أكيد هنبدأ أخبارنا العالمية النهاردة من عند نفس الأزمة اللي كنت بتكلم عنها في الانترو، الأزمة المشتعلة طبعا في أسبانيا بسبب الأحداث العنصرية الأخيرة اللي كان بطلها وضحيتها فينيسيوس جونيور النجم البرازيلي لريال مدريد. طبعا من ساعات تم اتخاذ قرارات مهمة جدا بعد اللي حصل، وده بعد ما رفعت لجنة السلوك في الاتحاد الأسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف عن مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور. طبعا ده بعد البطاقة الحمراء اللي تلقاها في مباراة فريقه ضد فالنسيا في أعقاب تعرضه لهتافات عنصرية. قال بيان صادر عن الاتحاد الأسباني نظرا للبراهين اللي أظهرتها صور الفيديو واللي تقدم بها نادي ريال مدريد فيما يتعلق بحتة طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 95، فقد قررت لجنة السلوك إلغاء العقوبات التأديبية لهذا الطرد وسمحت للاعب البرازيلي بخوض مباراة فريقه ضد رايو فايكانو اللي هتتلاعب النهاردة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة ال 36 من الدوري الأسباني. كمان عاقب الاتحاد الأسباني نادي فالنسيا بغلق جزئي لمدرجات ملعبه خلال 5 مباريات القادمة وغرامة قدرها 45,000 يورو. طبعا بخلاف كده كمان لجنة التحكيم الأسبانية كانت استبعدت في وقت سابق الحكم إغناسيو إغلاسيز عن مباراتي المقبلتين لدوره في البطاقة الحمراء اللي منحت للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهته الأخيرة أمام فالنسيا. كمان وسائل إعلام أسبانية قالت إن الحكم البالغ من العمر 47 عام أقبل على الرغم من إن الاتحاد الأسباني لم أو أقيل على الرغم من الاتحاد الأسباني لم يؤكد ذلك ردا على سؤال وكالة فرانس بريس. طبعا اللي سمعناه برضو إنه الحكم ده هيتوقف الموسم الحالي والموسم القادم، يعني لسه مش عارفين بالظبط العقوبة اللي هتنال الحكم إيه في الوقت الحالي، لكن بالتأكيد فكرة مجرد إن هو ينال عقوبة وانه يحصل منع جزئي في المدرجات بتاعه فالنسيا ومنع الجماهير اللي كانت بتهتف بهتافات مسيئه لفينيسيوس جونيور منعوهم من حضور مباريات، ده بالتاكيد الحل المناسب ورد الفعل المناسب طبعا على فكره بس ان هم ياخدوا خطوه او ياخدوا رد فعل او ياخدوا الناس دي تاخد عقوبه، ده اكيد بيكون رادع لاي حد ممكن ان هو يكرر الفعل المشين ده مره اخرى. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في الانترو يمكن الموضوع خد ابعاد كتير، الموضوع كبر زي ما قلت وخد ابعاد غير كرويه، بعضها كان غير رياضي وبره الملعب وغير كروي. يمكن من ضمن الابعاد الرياضيه اللي حصل كان مناقشه فكره امكانيه رحيل النجم البرازيلي عن اسبانيا وعن الريال بعد اللي حصل. طبعا كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد اكد ان لاعبه فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن الفريق بعد تكرار الهجمات العنصريه ضده، مشيرا كمان لان كره القدم الاسبانيه بتعاني من عده مشاكل تتعلق بجرائم الكراهيه.
أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو اللي هتتلعب النهاردة في الدوري الأسباني، اللي حصل مع فينيسيوس هو أمر يجب التحدث عنه كثيرا، وهي فرصة جيدة لتحسين الأمور في أسرع وقت ممكن. كمان أضاف أنشيلوتي فينيسيوس لم يواجه الهتافات العنصرية في ملعب فالنسيا فقط، حدث ذلك في مايوركا بلد الوليد أيضا. جماهير فالنسيا بدأت إهانته قبل ساعتين من انطلاق المباراة. تابع كمان وقال فينيسيوس لا يرغب في مغادرة ريال مدريد، هو يحب النادي ويأمل في لعب دور قيادي مع الفريق، واللي هاجموا فينيسيوس ليسوا 46 ألف مشجع، هم طبعا ساعة ملعب فالنسيا، لكنهم ليسوا مشجعا أو اثنين أيضا. رد على سؤال كمان ليه ريال مدريد ما غادرش الملعب اثناء المباراه، قال انشيلوتي فينيسيوس اراد الاستمرار، يمكنني اتخاذ قرار استبداله في المرات القادمه لكني لا امل ان اضطر لذلك. اردف كمان واضاف مدرب تشيلسي وقال اسبانيا ليست دوله عنصريه، لكن يوجد الكثير من العنصريه في اسبانيا، في انجلترا لا يوجد رجال شرطه في الملاعب، اما هنا فيبدو الامر كانك ذاهب الى الحرب. كمان أتم تصريحاته وقال إذا سألتوني هل يجب الكشف عن أسماء مرتكبي الهجمات العنصرية فبالتأكيد نعم، يجب الكشف عن أسمائهم بالكامل، وأعتقد أن فالنسيا سيقوم بذلك. طبعا زي ما قلت دي حاجة تخلي الواحد يفكر مليون ألف مرة قبل ما يتجاوز في حق أي لاعب، فكرة أن أنا عارف أن أنا هتوقف هتمنع من حضور مباريات فريقي المفضل، وان انا الناس هتعرف انا مين، والناس هتعرف ان انا شخص بيسيء وشخص عنصري، افتكر ان دي اي حاجه، ان دي حاجه ممكن تكون وضع للكثير من العنصريين. طيب وقعه فينيسيوس جونيور اثارت طبعا وقائع عديده سابقه حصلت لنفس اللاعب، زي ما قلنا دي مش اول مره بيتعرض ليها فينيسيوس جونيور للعنصريه، حصل ده كتير قبل كده، ومن ضمنهم لو تفتكروا كان في واقعه الدميه المشنوقه اللي كانت علقتها بعض الجماهير او جماهير نادي اتلتيكو مدريد، الكلام ده كان في مباراه دربي الفريقين في كاس الملك الموسم ده، وكان في لافته اتكتب عليها مدريد يكره ريال. طبعا الشرطه الاسبانيه وقتها او الشرطه الاسبانيه بسبب اللي حصل وان الموضوع كبر قوي والموضوع ما بقاش فقط مقتصر على الفريق عندهم او على شويه اخبار محليه، لا الموضوع كبر وبنتكلم النهارده عنه في الحلقه والناس كلها بتتكلم عنه، الرئيس البرازيلي طلع اتكلم عنه، فالموضوع زي ما شفناه كبر وبدا يبقى فيه اتخاذ اجراءات رسميه. طبعا ده قبل المباراه اللي زي ما قلنا بتاعه ريال مدريد ورايو فايكانو اللي هتكون النهارده واللي هيشارك فيها فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي. طيب فينيسيوس جونيور عفوا مش هيشارك في مباراه النهارده، هو استبعد من القائمه بتاعه مباراه النهارده ومش هيشارك في المباراه النهارده امام رايو فايكانو. طبعا يمكن حاجات زي كده كتير بتخلي المدرب ان هو يفضل ان هو يبعد فينيسيوس جونيور، اكيد مش هيكون في حالته النفسيه اللي تاهله ان هو يقدر يلعب مباراه اكيد هامه زي مباراه اليوم. طيب نبقى شويه عن واقع فينيسيوس جونيور اللي اتكلمنا عنها النهارده بشكل كبير، ونروح لواقعه مميزه تخص برضه نجم برازيلي اخر وهو الاسطوره بيليه، اللي حتى بعد وفاته هتفضل ذكراه العظيمه حيه، ارثه الكروي الكبير محل ذكرى على لسان وبال كل عشاق كره القدم. يمكن مدينه سانتوس البرازيليه شهدت في مطلع الاسبوع الحالي افتتاح متحف للاسطوره بيلي، الافتتاح ده حصل في بحضور عدد كبير من الجمهور البرازيلي وغير البرازيلي، وكمان الكاميرات توفدت والمصورين توفدوا لرصد لحظات الافتتاح، وده بعد ما نقلت وكالة الأنباء الأوروبية صور للضريح. طبعا حضر الافتتاح الرسمي للضريح عدد كبير من الجمهور، وطبعا سجلوا أعلى نسبة من الزائرين، وبيعتبر التسجيل المسبق للزيارة على موقع الضريح على الانترنت، يعني لازم تسجل قبل ما تروح تزور الضريح، ده لازم تسجل من على الانترنت قبلها. طبعا بليه
كان رحل عن عالمنا يوم 12 ديسمبر من العام الماضي 2022، كان رحل عن عمر يناهز 82 عام في مدينة سانتوس، واللي أمضى أغلبية مسيرته الاحترافية الناجحة فيها. نروح شوية للملاعب العربية اللي بقى خلاص أحمد حجازي وطارق حامد أصبحوا فيها، وهم لاعبي طبعا اتحاد جدة، أصبحوا على بعد فوز وحيد من أجل التتويج بالدوري السعودي. نروح أخيرا للعبة العمالقة. يمكن في لعبة العمالقة شكلنا خلاص هنودع قريب أسطورة عظيمة من أساطير كرة السلة، وده بعد ما لمح نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس أنه ممكن يعتزل بعد خروج فريقه أمام دنفر ناجتس في نهائي المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. قناة ISBN ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 38 عام كان بيفكر في الابتعاد عن كرة السلة بعد ما أزلت هزيمة ليكرز الستارة على موسمه ال20 في الـNBA. قال مراسل لمحطة TNT كريس هاينز نقلا عن مصادر في الدوري أن تقاعد الملك ليبرون جيمس قيد الدراسة. كمان أثار جيمس نفسه أن التكهنات حول مستقبله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال أنه بيعتزم قضاء بعض الوقت في التفكير في المرحلة التالية من مسيرته بعد خروج ليكرز. طبعا ليبرون جيمس كان مدد عقده لمدة عامين مع ليكرز في شهر أغسطس الماضي، تحديدا حتى موسم 2024 2025. طبعا دي كانت ابرز الاخبار العالميه اللي اتكلمنا فيها عن حاجات كتير جدا. دلوقتي خلونا نروح نشوف لقطه اليوم ونرجع مره طبعاً ده احتفال كريستيانو رونالدو امبارح، يعني موسم واحد اهو في السعودية، وبنشوف كريستيانو رونالدو بيسجد بعد فوزه أو بعد الهدف طبعاً اللي حققه امبارح على فريق الشباب السعودي. يعني موسم واحد وشفنا كريستيانو رونالدو بيسجد. طيب دلوقتي خلونا نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطة أبرز مباريات النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. We'll be right back.
سهم وقوس اللي هيكون منورنا فيها النهارده الناقد الرياضي استاذ امير نبيل، لكن بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس. يمكن لو هنقيم موسم الزمالك بمختلف فرقه الرياضيه هيكون التقييم فيه نقاط ومعايير كتير جدا يمكن غير رياضيه، لانه لو اخذنا في الاعتبار الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي هذا العام، وان كان لفريق الكره معايير يمكن تكون مختلفه في موسم لم يتبقى فيه الكثير لتحقيقه، طبعا تحت قياده مدرب بيسعى لاعاده الفريق لمساره الصحيح بافكار مختلفه ومتنوعه. تفاصيل كتير هنتكلم فيها النهارده مع ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الناقد الرياضي استاذ امير نبيل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ انشي، وسعيد ان انا موجود معاك. انا اسعد بوجود حضرتك معايا. هنتكلم في تفاصيل كتير جدا النهارده عن مش بس فريق كره القدم، لكن كمان عن الفرق الرياضيه الاخرى داخل النادي. لكن خلينا نروح الاول لنادي الزمالك، ناخد من هناك زميلتنا العزيزه نادين تيسير عشان نعرف منها الجديد داخل نادي الزمالك. يا نادين اهلا بيكي ونهارك ابيض. مرحب بيكي يا انجي، صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان، من هنا من داخل النادي. وطبعا يوم مشمس جديد وجوله رياضيه جديده من جولاتنا الصباحيه، والنهارده في فقره نبض 100 عقبه هنتكلم عن كره القدم. معانا النهارده ضيفنا كابتن خالد مصطفى، مدرب بقطاع الناشئين داخل نادي الزمالك. مرحب بيكي يا كابتن، في نهارك ابيض، صباح الخير. اهلا بيكي وبانجي وبكل جماهير نادي الزمالك. في البدايه يا كابتن عايزه اعرف رايك ايه طبعا المطلوب من كوتش اوساريو مع الفريق في الفتره اللي جايه طبعا لاستعاده نغمه الانتصارات تاني. طبعا احنا كنا يعني طمعانين في المباراه الداخليه ان يكون فوز يعني، لكن طبعا المباراه ما كانتش كويسه خالص بالنسبه لنادي الزمالك، ويعني يعني الحمد لله النتيجه طلعت تعادل لان كان ليهم فرص كتير جدا ضاعت. هي بس النقطة اللي أنا عايز أقولها، هو طبعا مدرب كبير والسي في بتاعه قوي جدا جدا، لكن ممكن يكون بيلعب بطريقة ما تناسبش مع العناصر اللي موجودة عنده، لأن طرق اللعب دي ما هي هنا وسيلة تحقق لك الهدف من المباراة، لكن لازم تتناسب مع العناصر اللي موجودة. أنا أعتقد إن طريق الثلاثة في ظهر الملعب بدون الونش وهو في عز كمان قوته ما أقدرش ألعب ثلاثة بالعناصر اللي موجودة دلوقتي، فأحسن حاجة إن أنا ألعب أربعة، لأن أنا المفروض ما يخشش فيها أجوان عشان أنا أحاول أكسب الأول ما يجيش فيا، وإن شاء الله الطقم اللي موجود قدام الأربعة اللي موجود قدام قادرين إن هم يسجلوا أهداف، لكن المهم إن ما يخشش فيك، فمش كل مباراة هتخش فيها جون وأجي بعد كده أندم. يعني إن شاء الله إن هو الفترة اللي جاية يكون حط إيده بالظبط على يعني الجروح اللي موجوده عنده ويقدر عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه. صحيح يا كابتن. كمان برضو عايزه اعرف وجهه نظرك ايه المطلوب منه سواء في الدفاع او في وسط الملعب او في الهجوم. انا يعني عن نفسي طبعا يعني بخبرتي القليله كده، انا اعتقد ان طالما الكابتن ونش مصاب لازم محمد طارق يلعب، وعلى فكره محمد طارق المكان الاصلي بتاعه هو سيرد باك، فيكون جنب حسام عبد المجيد عشان المسافه بس تكون قليله، لان المساحات في ثلاثه بتكون كبيره بالنسبه لحسام، فيكون طارق معاه، فاعتقد ان اربعه احسن في الدفاع ويلعب بثلاثه ثلاثه، والله اعلم يعني دي الطريقه اللي انا شايفها مناسبه مع فريق نادي الزمالك، او يلعب بثلاثه فلات في نص الملعب برضو اذا كان في رابع زي ثالث زي السيسي، ويبقى معانا زيزو قدام ومعانا الجزيري ومصطفى شلبي، يعني ان شاء الله الامور تبقى كويسه، لكن برضو كون ان انا العب باكثر من لاعب في نص الملعب مهاري ما بيساعدش في الناحيه الدفاعيه دي بتاثر على ان الناس بتروح على دفاعنا الزمالك بسهوله، يعني ماتش الداخليه مش اقل من 7-8 انفرادات رايحه على النادي، معناها ان نقاط نص الملعب مش بيساعد الديفنس، فلازم الفتره اللي جايه نحاول نلعب بثلاثه فلات مع اربعه غرف في خط الظهر عشان برضو ما يجيش فينا جوان، لان الفتره اللي فاتت كلها يعني بيخش فينا اهداف واهداف سهله، فان شاء الله يعني برضو هو اكيد يعني اقدر مننا على عناصر فرقته، بس انا اللي شايفه من اللعيبه، لان اللعيبه دي احنا مرناها وموجوده في النادي من زمان وانا عارف امكانياتهم كويس، لان غياب الونش مش سهل على نادي الزمالك وعلى منتخب مصر نفسه، فانا اعتقد ان محمد طارق لما يكون مع حسام عبد الجيد هتكون الدنيا يعني اظبط شويه من اللي موجود دلوقتي.
طيب كابتن خالد، برضو احنا عندنا مجموعه من الناشئين اللي بيلعبوا طبعا مع الفريق الاول، عايزه اعرف ازاي نستفاد منهم وازاي هم يقدموا نفسهم للجهاز الفني وللمدير الفني كمان. والله بص حضرتك، موضوع الناشئين ده ما هواش برضو ما يعني ما تبقاش كلمه تتقال عريضه كده وخلاص ان الناشئين تلعب، لا، الناشئين لازم تنزل مع الفريق الاول بحساب، وبعدين اللعيب اللي بينزل وبيثبت وجوده هو اللي ياخد فرصته ويكمل، وبعدين هو كل لاعب مسؤول عن نفسه، انا بديك الفرصه انت عليك تثبت وجودك عشان تبقى تمسك في المكان بتاعك وتشبث فيه عشان ما حدش ياخده منك، لكن كون ان انت تنزل وتجرب ونلاقيك مش كويس فيجرب حد غيره. فبرضه موضوع الناشئين ده يا جماعه انا مش عايز الناس تفتكروا ان اي ناشئ يخش مع الفريق الاول بسهوله، لا، لازم يكون يعني يتجرب في ماتشات وديه، يتجرب في ماتشات مثلا انت كسبان فيها 2-3 تقدر تحطه في وسط الناس، لكن ماتشات في الظروف اللي نادي الزمالك فيها دلوقتي يعني هو اكيد برضه المدرب مش هنلومه لانه الله يكون في عونه بيدخل اللاعب ساعات مجبر، فدي برضه نقطة، أنا عندك إصابات كتيرة وبيجي فيه برضه الغيابات للإيقافات وكده، فيعني برضه نقول ربنا يكون في عونه لأنه ممكن يكون بيستغل ناشئ معين في مباراة كبيرة عليه، او مثلا التحدي اللي فيها قوي بالنسبه له، رغم ان احنا عندنا عناصر كويسه، يعني انا في المره اللي فاتت كان موجود محي برضه، ده لعيب كويس جدا باك ليفت، وسكر برضو ان شاء الله يعني مستقبل كويس مع الخبره والنشاط الكتير هيكون لي ان شاء الله يعني مستقبل كويس، لكن برضو انا مش شايف ان موضوع يعني الزج بالناشئين كده كل شويه مش بسهوله، لازم تكون بحساب، وهو طبعا ادرى مع التدريب بيشوف مين اللي ممكن يخش وما يخش. طيب كابتن، ازاي شايف يتم تجهيز اللعيبه لمباراه طلائع الجيش، خصوصا ان احنا عندنا فتره كافيه يعني تقريبا اسبوع على المباراه، فازاي يتم تجهيز اللعيبه بدنيا للمباراه دي؟ هو برضو في نقطه للاسف ان الاصابات اللي عندنا اصابات كبيره، يعني كلها العلاج بتاعها هياخدها فترات طويله بالنسبه للناس الاساسيين زي فتوح وزي الونش اللي هي العناصر الاساسيه اللي موجوده، حتى البديل لفتوح اذا كان جمعه ولا كابتن الفرقه، فربنا سهل، لكن المشكله كلها الماتشات اللي جايه كلها صعبه، وزي ما بيقولوا في الكوره يعني رزله، يعني طلائع الجيش مهدد بالهبوط، هينزل طبعا مستقتل على نقطه، وهتلاقي الماتش مقفول ومحتاج ان انت تادي فيه بقوه وتحاول تجيب جون في الاول عشان تقدر تحافظ على النتيجه. الماتش اللي بعده المصري يعني بينافسك على المكان، عايز يخش يزاحم نفسه في الاربعه الاوائل، فيعني ربنا يسهل. الحمد لله لفتره طويله، يعني الماتش الثلاث الجاي ده لسه قدامنا وقت طويل عشان نلعب المباراه، لكن يعني ربنا يسهل حتى اي شيء من الاصابات ترجع تعود للمباراة اللي جايه، عشان نقدر يبقى الراجل برده عنده بدائل يقدر يستغلها. يعني برده انت لما بتبصي على دكه الاحتياطي في الماتش اللي فات، يعني الاوراق اللي فيها معدوده، يعني فيها ناس يمكن كمان ممكن ما يعني هتخش عشان خاطر هي بس ناس مصابه، لكن في ناس موجوده كانت على الدكه المباراه اللي فاتت اصلا ما تصلحش انها تكون لعيبه في نادي الزمالك يعني في الفتره الحاليه، يعني او مش هيشيلوا فرقه، لكن طبعا هو الراجل برضه لازم نعذره في الحته دي، لكن هي بس النقطه اللي احنا بناخدها عن الزمالك، اللعيبه نفسها لازم تاخد بالها ان الفتره اللي جايه حرجه جدا جدا، يعني لازم في اخلاص، في تفاني في الملعب، في انكار ذات، في رجوله، في حماس، لازم الفتره اللي جايه يعني الناس لعيبه بينها وبين بعضيها تحس ان المباراه عندها هي مش عند المدربين بس، انت بتلعب في نادي الزمالك ولابس تيشيرت كبير، لازم تكون على قد القدر المسؤوليه، اللي انت لابس فانيلا كبيره لازم تلعب على قدها، فيشد حلو، لان برضه خدي بالك هي دي فتره احنا بنمر بظروف صعبه، لكن خدي بالك اخر السنه هيكون في حساب، يعني كل لاعب يبقى عارف كويس جدا ان اخر السنه في حساب، هينزل لسته الناس دي خلاص ما تنفعش تلعب في نادي الزمالك، الناس دي تروح اعارات، فما فيش لاعب يلوم الا نفسه، انت قدامك الفرصه بالنسبه للناشئين كمان اللي طالعين، وبالنسبه للناس اللي جت جداد على نادي الزمالك السنه دي، انتوا قدامكم مهمه صعبه، ما هو انت لو ما شلتش النادي في الظروف اللي هو بيبقى يعني مش في الاوائل فيها، لو ما شلتش النادي في الفتره دي انت ما تلومش غير نفسك اخر السنه، ان اكيد 100% المدرب هيبقى عنده حسابات اخر السنه، واللي شافهم ما يقدروش على انهم يمثلوا التيشيرت هيقول لهم اتفضلوا مع السلامه. طيب كابتن، لو عايزين رساله للجهاز الفني تكون ايه؟ الجهاز الفني يعني طبعا يعني انا مش هقدر اتكلم عن المدرب لان السي في بتاعه قوي جدا جدا يعني، وبرده معاه ناس لعيبه نادي الزمالك، لعيبه مدحت يعني خبره، وراجل يعني في الدفاع كان ما شاء الله وحش، يعني ربنا يكون في عونه ويقدر يحط ايده برده مع المدرب على الناس اللي تقدر يعني تقفل منطقه دفاع نادي الزمالك، لانها بقت بتستباح بسهوله جدا جدا في الماتشات اللي فاتت. هم طبعا يركزوا كويس الفتره اللي جايه، يحاولوا ينقوا يعني ادق العناصر اللي تصلح لكل مباراه، يعني الماتشات اللي جايه صعبه، هتقابل ناس حتى بتنافس على الهبوط، ربنا يستر يعني ان شاء الله المره الجايه يكون احسن، وهم يادوا يعني دورهم على الوجه، ويهدوا برضو اللعيبه يعني يدوهم حماس في نفس الوقت، وبرضو يعني يهدوا شويه عليهم، وفي نفس الوقت يعني يحاولوا يحطوا التشكيل المناسب لكل مباراه.
بشكرك جدا يا كابتن وجودك معانا في نهارك ابيض. شكرا ليك. بارك في حياتك وان شاء الله يعني نهني بعض بقى باذن الله يوم ماتش طلائع الجيش. شكرا شكرا لجمهور الزمالك. زميلتي العزيزه انجي يحيى، هذا كان كل ما لدي من لقاء اليوم مع كابتن خالد مصطفى مدرب كره القدم بقطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي العزيزه نادين تيسير، الشكر اكيد موصول كمان لكابتن خالد مصطفى. خلونا نرحب مره ثانيه باستاذ امير نبيل، منورني، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذ انجي واهلا بكل مشاهدينا عبر قناه الزمالك. عايزين نبدا كده مع بعض كلامنا عن الانجازات يمكن حتى لو القليله اللي قدر يحققها نادي الزمالك على مختلف طبعا الرياضات، حتى بالظروف الصعبه اللي يمكن احنا فيها، يمكن الظروف الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، لكن قدرنا ان احنا نحقق الانجازات او القليل من الانجازات في الرياضات الاخرى. يعني هو بالتاكيد طبعا في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك ان يبقى في بطوله تتحقق او اكثر من بطوله على مستوى كتير من العاب الصالات، فدي بالتاكيد بتسعد جماهير نادي الزمالك، لان جماهير نادي الزمالك بطبعها مش بس تركز على فريق الكوره. يعني يمكن الجدل اللي بيبقى على السوشيال ميديا دايما اللي هو انتوا بتهتموا بالعاب الصالات، لا احنا النادي جماهير نادي الزمالك دايما مميزه بانها عارفه اسماء لعيبه الطايره كلها، عارفه اسماء لعيبه كوماندوز اليد كلها، عارفه حتى يعني فريق الانسات اللي فاز بالبطوله الافريقيه، وبنهنيه وبنهني الجهاز الفني بهذا الانجاز، وتاكيد يعني حاجه تضيف لنادي الزمالك الكتير. فبالتاكيد الجماهير عارفه كل ده وعارفه الفرق او فرسان الرهان دايما اللي بتراهن عليها، فبالتالي لما في حتى بطوله بتضيع زي بطوله افريقيا للطايره للرجال بتبقى زعلان شويه، ان انت بتبقى عايز بطوله دايما، خلاص انت اتعودت من الفرق دي انها تحقق لك بطولات، او ما حققتش على الاقل بتقدم لك المستويات اللي انت تخليك سعيد بان انت عندك فرقه رياضيه منافسه في كل الالعاب. فدي يمكن سمه مميزه لنادي الزمالك زي ما بقول لحضرتك، ان دايما بيبقى في منافسه في كل الالعاب، ولقب ملوك الصالات ما جاش من فراغ. صحيح. طيب لو هنقدر ان احنا مثلا يعني لو هنقول انه فرق الطايره داخل نادي الزمالك او فريق الطايره سواء الرجال او السيدات هم ممكن الفرقه الانجح خلال هذا الموسم، ان هم قدروا يتغلبوا على كل الصعوبات النادي بيقول الازمات اللي النادي بيمر بيها، ويقدروا ان هم يطلعوا بموسم ناجح. بالتاكيد يعني هي يمكن برضو اهميه البطولات دي بتيجي في الظروف اللي اتحققت فيها، الصعوبات اللي بتواجهها كل الفرق على مستوى النادي ككل، دي بتدي اهميه ويعني مذاق خاص لكل بطوله بتتحقق. يعني بالتاكيد حتى كوماندوز اليد يمكن البعض كان يعني بيتمنى افضل في بطوله السوبر الافريقي، لكن جاء التعويض على طول ببطوله كاس كوس الافريقيه، ومن قلب المنافس بتاع قلب يعني عقر داره زي ما بنقول، فبالتالي دي حاجه بتسعد الجماهير مره اخرى. الدعم اللي بيلقاه هذا الفريق او كل الفرق من الجماهير في الاساس وبالتاكيد الاداره، كل ده بيدي دافع كبير للفرق انها بتحقق تنافس دايما على البطولات وتحاول تسعد جماهيرها، وبالتالي دي بتبقى نقطه مهمه جدا في نجاح اي منظومه عمل، في نجاح اي فريق، ان انت يبقى تتحدى الظروف دي وتقدر ان انت تبقى حاسس بقيمه نادي الزمالك. وده يمكن اللي بنقوله دايما لفريق كره القدم، تحس بقيمه نادي الزمالك وقيمه القميص اللي بتمثله، لان في كتير من اللعيبه بعد ما بترحل عن نادي الزمالك بتبتدي تتكلم تقول انا ما خدتش فرصتي، انا ما حصلتش، لا كله بيحصل على فرصته في الظروف الحاليه اللي فيها نادي الزمالك، كله بيحصل على فرص وفرص عادله ان انت تقدر تثبت نفسك فيها. فبالتالي زي ما فرق الصالات بتستغل الظروف اللي بتتاح ليها وبتعوض لو في اخفاق بتحاول انها تعوض ببطوله او اكتر، فبالتالي كل ده مطالب كل الالعاب في نادي الزمالك انها تكون على قدر وشعار هذا النادي الكبير، ان انت تقدر تقاتل من اجل هذا النادي يعني. طب لو هنتكلم عن فريق رجال الطايره، يمكن شايف ازاي اسباب النجاح اللي قدروا ان هم يحققوه، خاصه ان الموسم بدايته كانت صعبه، يعني الموسم ما كانش بادئ بالشكل ده، فان هم ينهوا الموسم بالشكل ده بعد ما كانوا مش مرشحين لاي بطولات في بدايه الموسم، شايف ايه اسباب نجاحهم؟ يعني يمكن انا هرجع من نهايه الموسم اللي فات اللي الفريق حصد فيه ثنائيه الدوري وكاس مصر، الكل توقع ان يعني هتبقى خلاص طفره وانتهت وان الموضوع هيبقى صعب يتكرر تاني، لكن كان في اصرار عند الجهاز الفني واللعيبه، وحتى رغم التغييرات اللي حصلت ورغم الصعوبات اللي واجهتهم، قصه المحترف الاجنبي، كل دي امور يعني عقبات بتتحط في طريقك، حتى الريجوليشنز او اللوائح اللي بتتعمل برده مش كلها
بتخدمك على ان انت تحافظي على النجاح ده، بالعكس بتدي ادفانتج لبعض المنافسين. ففي النهايه انت بتحاول وبتشتغل على كل الظروف اللي عندك، لكن في النهايه انا في الملعب او في الصاله كلاعب نادي الزمالك ببقى عارف ومقدر قيمه اللي انا بعمله، فبالتالي احساس البطوله وصل عند اللعيبه، خلاص انا حققت البطوله، شفت الاجواء كانت عامله ازاي لما انا حققت بطوله، مش بس بطوله، بطولتين امام المنافس والغريم التقليدي، فبالتالي دي كانت حاجه ليها طعم خاص بالنسبه لفريق كره الطايره ان هو يقدر يحافظ على الانجاز ده ويكرره على المستوى المحلي ويحقق ثنائيه جديده. دي حاجه الحقيقه تحسب لهم كل العناصر طبعا. دي واستحق كل الاشاده وكل الاعتزاز حتى ولو كان في عدم توفيق في المستوى بطوله افريقيا. ده حقيقي. طب لو هنتكلم عن بطلاتنا بقى، يمكن فريق السيدات بحس انه ممكن يكون خساره لقب الدوري ده اداهم حافز اكبر وكان دافع قوي ليهم ان هم بعد كده حققوا بطوله الكاس وبعد كده البطوله الافريقيه. شفت برضو ان السبب او خساره الدوري كان هو دوت السبب في النجاح اللي حصل؟ أو بالتأكيد، يعني زي ما بنتكلم على إن تحقيق البطولة حافز، فبرضه فقدانها أحيانا بيكون حافز للفريق، إن أنا بطولة كنت قريب منها كنت ممكن أحققها. كمان الجدل اللي أثير على السوشيال ميديا بعد خسارة فريق البطلات الكرة الطايرة نادي الزمالك وبعض اللقطات اللي بتتاخد من زوايا معينة عشان تبين حالة التشفي، مش عايزين يعني نقول نخش في التفاصيل دي، لكن الحقيقة كان في ضغط كبير عليهم في الفترة اللي فاتت بعد خسارة بطولة الدوري، فبالتالي ده يمكن اداهم طاقة أكتر إن أنت تحاول تعوض على المستوى الأفريقي وتفوز على فريق يمكن هو يعني فريق الأنابيب الكين أعتقد من الفرق لها باع كبير وعنده خبرة كبيرة في البطولة الأفريقية، صحيح، الكرة الطائرة على مستوى أفريقيا، فبالتالي ده بيزيد من قوة وأهمية البطولة اللي حققها الفريق، وإن هم كان من أول يوم في البطولة خدوا الأمور بجدية شديدة جدا وتعاملوا مع كل مباراة بنفس القوة والحماس لغايه ما وصلنا للمباراه النهائيه اللي ايضا كان فيها تفوق من بطلاتنا بطلات نادي الزمالك، وبنهنيهم بهذا الفوز المستحق الحقيقه. طبعا يمكن انا دايما بشوف انه احلى رد بيكون الرد في الملعب. صحيح. وهل تتفق معايا انه بطلات الطايره داخل نادي الزمالك والمنتقلين من نادي المنافس قدروا ان هم يردوا على كل المشككين فيهم داخل الملعب؟ يعني هما بالتأكيد دول بالذات كان عليهم ضغط كبير جدا، يعني أي إخفاق هتلاقي دايما يعني الانتقادات أو الحالة من مش عايز أقول التشفي أو الشماتة إن أنت ما حققتش حاجة من انتقالك للمنافس وهو نادي الزمالك، فبالتالي لما بتحقق الإنجاز ده أنت بترد زي ما بتقولي برد دايما في الملعب، برد بالنجاح اللي أنا أقدر أحققه. فكرة الانتقالي مش بس ان انا انتقال يعني تحدي جديد، لا انا يعني مش مجرد ان انا انتقلت للمنافس، لا انا عايز احقق انجازات كمان، وده اللي يمكن اتحقق لهم وكان قريبين من لقب الدوري كمان، فبالتالي كل دي امور او حوافز كبيره للاعبات ان هم يقدموا افضل ما عندهم ويردوا بشكل عملي على كل الانتقادات وكل ما يثار حولهم في الميديا او في السوشيال ميديا، وبالتالي يعني اعتقد ان قدروا فعلا يردوا بشكل عملي جدا، وما يعني ما فيش اكتر من كده رد من بطوله افريقيا. يعني دايما بيكون الرد احسن رد بيكون في الملعب زي ما قلنا، ده بيبقى احسن من الرد بالكلام وعلى السوشيال ميديا والحاجات دي كلها. طب يمكن لو رحنا لفريق كوماندوز اليد، حقيقة طول عمرهم أبطال وطول عمرهم فرحين، لكن بالتأكيد كان موسم صعب عليهم، لكن قدروا أن هم يختموا الموسم ده ختام يمكن جميل، قدر أن هو يدخل الفرحة لقلوب الزملكاوية بفوزهم بكأس الكؤوس الأفريقية. شفت الختام الموسم ده إزاي وشفت تحقيق البطولة دي إزاي خاصة بالموسم الصعب اللي بيمر بيه كوماندوز اليد؟ يعني بالتأكيد يمكن الكوماندوز اليد الموسم ده بالذات الكل كان شايف حجم التأثر أو المعاناة، بالتأكيد لما بيبقى فيه رحيل لعيبة مهما حاولت تقدم لهم مغريات إن هم يستمروا بين صفوف الفريق، أكيد فكرة الاحتراف الأوروبي بالذات بتبقى حاجة حلم لأي لعيب، فبالتالي في لعيبة كتير من اللي بترحل زي يحيى الدرع طبعا بالتأكيد ملوش بديل في الوقت الحالي على مستوى كرة اليد المصرية في مركزه، أعتقد من اللعيبة المهمين جدا. كان في تدعيمات من إدارة النادي في عديد المراكز، برضو العناصر اللي موجودة تحملت المسؤولية بشجاعة كبيرة جدا تحسب لها. فترة برضو تغيير الأجهزة الفنية في الفترة الأخيرة ما أثرتش بالسلب على الفريق، بل بالعكس اللعيبة تحملوا المسؤولية في البطولة الأفريقية وقدروا إن هم ياخدوا الأمور خطوة بخطوة ويعدوا منافس تلو الآخر، ثم الوصول للمباراة النهائية.
فنيا الكوماندو زيلاد كان فيه احسن من كده فترات كتير. ده يمكن جماهير الزمالك ذواقه وعارفه ازاي ان كوماندو زيلاد حتى على مستوى الاداء في الملعب او في الصاله شايفين ان بيبقى كان فيه فترات افضل من كده. لكن ان انت في عز الفتره ان انت مش في افضل حالاتك فنيا وتقدر تحقق الفوز على المنافس بتاعك اللي كان يعني بيتاهب للاحتفال وعلى صالته وعلى يعني على ارضه، دي حاجه اكيد بتحسب ليه كوماندو زيلياد ان هم دايما مهما كان الاخفاق العوده بتبقى سريعا جدا. واعتقد ان دي ممكن تبقى بدايه لان هو الوقوف على اقدامهم من جديد وان هو يقدر دايما يحقق كل البطولات اللي بيشارك فيها، لان برضو يعني بتبقى ضغط مش عادي ان انا كفريق كوماندو زيلياد متوقع مني انا كجمهور وكاداره وكسوشيال ميديا متوقع ان انت كل بطوله تدخل فيها تحققها، فده يمكن ضغط كبير جدا بيخليهم دايما بيتحفزوا لاي بطوله بيشاركوا. صحيح. يمكن انت كنت بتتكلم دلوقتي عن رحيل يحيى الدرع للاحتراف وكمان رحيل لاعبين اخرين مؤثرين للاحتراف، ودلوقتي اخرهم هيرحل طبعا حسن قداح للاحتراف الخارجي. شايف تاثير ده على الفريق هيكون ايه؟ وهل الفريق ممكن نقول ان هو محتاج احلال وتجديد في الفتره الجايه؟ هو دايما يعني من الفرق اللي بتقدم مواهب دايما وبتقدم لعيبه يعني ابطال عندهم شخصيه ابطال دايما نادي الزمالك، يعني وفي العين الخبيره دايما اللي بتقدر تعوض اي بديل او تتعوض اي لاعب بياخد تجربه الاحتراف، فبالتالي سواء كان يحيى الدرع او حسن قداح، فبالتالي يعني من اللعيبه اكيد المؤثره اكيد بتسيب فراغ، اكيد تعويضها ما بيبقاش سهل لان بتصنع الفارق دايما في المباريات مع نادي الزمالك. لكن يعني بالتاكيد شخصيه البطل دايما بتفرض على الفريق ان دايما يبقى عنده الاستعداد لان انت تفقد اي نجم للاحتراف ويبقى عندك البديل له، سواء بديل من العناصر اللي عندك من اللي بتقدر تصعدها وبيبقى معاك في الفيرست تيم او من انديه اخرى بتقدر تتعاقد معاها. واعتقد ان الزمالك في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره بيسير في الاتجاهين ان انت بقى عندك عناصر تقدر تصعدها وتبقى بتديها الخبرات اللازمه، او عناصر من انديه اخرى بتبقى موجوده برضو تقدر تقدم لك الاضافه زي ما شفنا في الفتره الاخيره في البطوله الافريقيه. فكل دي امور يعني بتزيد برضو المسؤوليه على الجيل الحالي من اللعيبه ان انت تتكاتف مع بعض ان انت تقدر تعوض اي نقص في الصفوف وايه اي غيابات ممكن تحصل على المدى القريب او المدى البعيد. بالتالي العناصر الموجوده تقدر ان انت تنافس بشكل كبير، وطبعا الجهاز الفني اكيد قادر ان هو يحسم اختياراته في الموضوع ده بالتاكيد. طيب يمكن اكتر حاجه اثرت على الفرق الرياضيه المختلفه داخل نادي الزمالك خلال هذا الموسم هو مشكله الازمه الماليه، يعني حجز على ارصده النادي والازمه الماليه بسبب الحجز على الارصده اكيد كان ليها تاثير سلبي كبير جدا في تراجع النتائج مختلف الالعاب داخل النادي. شفت الازمه دي ازاي؟ يعني طبعا لو قارنتي الوضع بانديه اخرى ومنافسه الامور الماليه مستقره، مفيش اي ازمات، مفيش حاجه بتعكر الـ يعني صف والاجواء في العاب الصالات او في اي العاب اخرى. دي زي ما بنقول بتزيد من حجم التحديات بالنسبه للعيبه، انت بتلعب ومش ضامن يعني مواعيد مستحقاتك انها تنصرف بشكل دوري لظروف خارجه عن اراده الاداره، فبالتاكيد كل دي امور بتتضاعف حجم التحديات ان انت شغال في ظروف صعبه. يعني اكيد لما بيبقى فيه ظروف ماليه مستقره بتكون الامور افضل بكتير، بيبقى عندك مش شاغل بالك بالحته الامور الماديه، تركيزك في الملعب فقط. يمكن ده شغل برضو الاشراف على العاب الصالات وايضا دور الاداره والاجهزه الفنيه انها بتحاول تعزل اللعيبه عن الامور والمشاكل دي بشكل كبير، وان انت يبقى تركيزك في تحقيق البطولات فقط. لكن بالتاكيد مهمه مش سهله ابدا ان انت توجد الحوافز للعيبه، حوافز معنويه ان انت بتلعب باسم نادي كبير، طبعا دي بتعوض حاجات كتير لكن بالتاكيد لا تغني عن الجوانب الماديه، واللي نتمنى انها تحدث انفراجه لانها بالتاكيد شفنا الوضع بيبقى عامل ازاي لما بيبقى في غياب الدعم الكافي للاعب. يمكن من اكتر الفرق اللي متاثره خلال الموسم ده بالازمات اللي بيمر بيها النادي فريق الكره، كان فريق الكره اكتر فريق تحول هذا الموسم من بعد ما كان الموسم اللي فات من فريق ناجح ومحقق الثنائيه للسنه دي الفريق زي ما انت شايف بيمر بمشاكل فنيه بشكل كبير جدا اثرت على الاداء وعلى النتائج وعلى احراز البطولات اللي احنا كنا منتظرينها. شفت الفريق بشكل عام سريعا ازاي الموسم ده؟ يعني هو بالتاكيد يعني فتره تراجع محدش يقدر ينكرها،
من فريق بطل الدوري اخر موسمين لفريق يعني لسه ما وجدش الهويه الفنيه المميزه له، حتى على مستوى النتائج مش افضل حاجه. انت محتاج ان انت تحسن مستوى النتائج، ان انت تبقى موجود في مركز يأهلك للمشاركه في افريقيا في الموسم اللي جاي. كل دي امور وتحديات على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، ان انت تحاول ان انت تعيد الامور للتوازن سريعا. فريق كره القدم عارف حجم المسؤوليات والتحديات اللي عليه، من اكثر الفرق اللي بتحظى بدعم جماهيري من نادي الزمالك، حتى في الاوقات الصعبه كتير تحمل الجماهير ان انت بتشوف الفريق بيودع بطولات او منافسات، رغم ان يعني اتيحت ظروف افضل من كده للفريق. لكن بالحديث عن الظروف الصعبه، يعني مفيش اصعب من البطولتين الدوري اللي حققهم نادي الزمالك في اخر موسمين. يعني كانت الظروف لا تبشر ابدا بان الفريق هيفوز ببطوله، القيد موقوف، المستحقات الماليه مش منتظمه، كتير من اللعيبه بتمشي في وسط الموسم، لعيبه مهمه، لكن مع ذلك قدر ان هو الفريق يحقق بطوله الدوري موسمين متتاليين. بنامل ان الامور تتحسن في الفتره اللي جايه، ويمكن زي ما قال الكابتن خالد في يمكن اللقاء اللي تم من داخل النادي، يعني الامور لازم برضو تبقى احساس بالمسؤوليه من جانب اللعيبه. صحيح، يعني بالتاكيد الامور مش بس مدير فني بيحط الخطه او التكتيك اللي هيشتغل عليه، سواء على مستوى المباراه او على مستوى المباريات المتبقيه، الاستراتيجي بتاعته دي حاجه مهمه، لكن برضو انت تنفيذك في والتزامك كلاعب في الملعب وقتاليتك على كل كوره، ده بيفرق جدا مع الجماهير. ممكن الجماهير شايفاك خارج متعادل مثلا زي المباراه اللي فاتت، لكن كان هيبقى في حاله من الرضا لو هو شايفك فنيا في الملعب واقف على رجلك وبتقاتل على كل كوره. لو الاداء جيد، حتى لو كانت النتيجه في الاخر سلبيه، الاداء الجيد بيرضي شويه جماهير نادي الزمالك. ده حصل كتير، يعني في كتير من المباريات الجماهير كانت بتحيي اللعيبه بعد المباراه، لكن لما بتحس يعني بقدر من التقصير او عدم التركيز من اللعيبه، ده اللي بيصعب على جماهير نادي الزمالك. ده هي متفقه معاك جدا في رايك ده. ويمكن انت دلوقتي كنت بتتكلم عن اوسوريو، يعني جبت سيره المدير الفني وانت بتتكلم عن اللاعبين. هل شايف ان اوسوريو ما خدش فرصته، او انه يمكن الجماهير تكون ظلماه شويه، ولا هو فعلا مش قادر ان هو يطلع افضل ما لدى اللاعبين، ومش عارف يطلع امكانيات اللاعبين بشكل كافي؟ طيب، هو يمكن في اكتر من جزء فيما يخص اوسوريو. اولا هو كمدير فني اسم كبير، اسم بالتأكيد معروف على مستوى يعني الكره العالميه، لكن هو جه في ظروف مش الافضل. الفريق ودع اكتر من بطوله، اخيرا البطوله الافريقيه، ثم كاس الرابطه، ايضا كاس مصر الموسم اللي فات. الدوري ابتعد بشكل كبير عن المنافسه عن الصداره، وبينافس على المراكز المتقدمه او المركز الثاني بشكل كبير. فكل دي ظروف وتحديات بتواجه المدير الفني الجديد، فبالتالي مش افضل الظروف يشتغل فيها اي مدير فني. لكن هو بالتاكيد مطلوب منه ان هو يلم الامور دي سريعا فنيا، يقدر ان هو يوصل لافضل توليفه، سواء من العناصر اللي بيختارها او بطريقه اللعب. يمكن كان في جدل كبير الفترة اللي فاتت على طريقة اللعبة ومدى تناسبها مع إمكانيات لاعبي نادي الزمالك. قد ترى إن فعلا طريقة اللعبة قد لا تناسب المجموعة الحالية من عناصر الفريق، لكن برضو أنا كمدير فني ليه هشتغل على يعني الشورت ران، أو يعني المدى القصير، إن أنا أعمل يعني حاجة خطة طريقة لعب على يعني اهتم فيها بالجوانب الدفاعيه اكتر، في حين ان انا مطالب ان انا احسن النتائج. هي العمليه اعتقد انها صعبه بالنسبه لاسوريو ان هو يوصل لافضل توليفه في وقت قريب، لكن برضو ما ينفعش ان انا اعدي خمس ست ماتشات ولسه الامور مش مستقره فنيا، فبالتالي مطالب ان هو يعني يعالج الاخطاء دي سريعا. الجوانب الدفاعيه في الخطه اللي بيعتمد عليها مش افضل حاجه، بنشوف مساحات كتيره في خط الظهر، بنشوف عدم ربط جيد ما بين اللعيبه. هو المشكله اللي هو اعترف بيها ان ما عندوش لسه امام ترجمه الفرص بالشكل الكافي امام المرمى، رغم ان في كثافه هجوميه شفناها بتعدد المحاور اللي بيعتمد عليها اسوريو بشكل كبير جدا، سواء بوجود شيكابالا، ابراهيم انداي، زيزو، مصطفى شلبي، وامامه سيف الجزيري. كل دي محاور، زائد يعني تكمله دونجا واشرف رؤى، فبالتالي عنده محاور هجوميه كتير. لكن على المستوى الدفاعي، يمكن الثلاثي الدفاعي مش افضل حل دفاعي بالنسبه لنادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكن انا كمدير فني بشتغل على المدى البعيد. ما انا مش بحط خطه للمباراه المتبقيه من الموسم بس، ده انا عايز اشتغل على الموسم اللي جاي. انت متعاقد معايا عشان ان انا ابني فريق للموسم اللي جاي. خلاص الموسم ده انا بعتبره خلاص مفيش بطوله على المستوى المحلي، يمكن بطوله كاس مصر لسه في البدايات والزمالك تخطى دور ال 32، لكن لسه الادوار اللي جايه.
فبالتالي انا مطالب مني او مطلوب مني ان انا اشتغل على فريق ان هو يقدر يفوز بالبطولات في الموسم اللي جاي. ده هيتحقق ازاي؟ ان انا احط الاستراتيجي بتاعتي واحط يعني اوصل باللعيبه لافضل مستوى ممكن من تنفيذ الطريقه دي بشكل ان هو واضح مبشفيه. من دلوقتي بنشوف مصر اسوري من دلوقتي بدا ان هو عايز يطبق التاكتكس بتاعته، عايز يطبق فكره في الملعب، بيحفظ اللعيبه طرق معينه او جمل معينه. ده بنشوفه في يمكن بس الجماهير مش قادره تستحمل او تستنى بالزبط. الجماهير كانت محتاجه النتائج الفوريه واللحظيه، لكن كلنا اكيد متفقين انه لسه بدري جدا على الحكم على مستر اسوري، وانه محتاج ياخد الفتره الكافيه عشان نقدر نحكم عليه أكيد. بالحكم المناسب والمنطقي والعادل. طيب صح. خليني اخدك بسرعه لسؤال حلقتنا النهارده واخد رايك فيه قبل ما نروح لاجابات المتابعين. كنا بنتكلم النهارده طبعا بعد الاحداث الاخيره واللي تعرض ليه فينيسيوس جونيور. سؤالنا كان كيف ترى التناقض في تناول البعض لازمه فينيسيوس جونيور مقارنه بما يتعرض ليه شيكابالا منذ سنوات، وهل بنتفق ان قوانين مكافحه العنصريه بالملاعب بحاجه لتكون اكثر حزما؟ تعالى كده ناخد اراء المتابعين الاول وبعد كده ارجع لحضرتك. خلينا نبدا بهشام. هشام صباح الفل عليك. بيقول طبعا العنصريه مش لازم تكون موجوده في لعبه كره القدم او اي لعبه اخرى، كلنا بشر سواء فينيسيوس او شيكابالا او اي لاعب اخر ما يرضاش بالتنمر ورد فعل فينيسيوس في مباراه فالنسيا، ده الطبيعي ضد جماهيره لانه غير لائق، وده حصل مع شيكابالا. لازم التدخل من الاتحاد الاوروبي والفيفا واي مسؤول لوقف التنمر والعنصريه لهذه الازمه اللي ممكن ان تسبب ازمه للاعبين. عبدو منصور صباح الفل عليك. بعد تعرض فينيسيوس للعنصريه قرارات اتخذت وهي الغاء البطاقه الحمراء لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بشكل رسمي، اغلاق المدرج الجنوبي لملعب الفالنسيا لمده 5 مباريات، تغريم فالنسيا 45,000 يورو مع احقيه الاستئناف، وده كله مش كفايه لان دول لعيبه وبشر زينا واكيد بيحسوا بكل حاجه، وده في الاول وفي الاخر رياضه، واللي بيحصل ده بيكون مرض كده انت مالكش في 0% من التشجيع. بنتمنى يكون في رد قوي لان بسبب العنصريه دي ممكن نخسر لعيبه كبار كتيره. كرم كمال صباح الفل عليك. بيقول العنصريه ابشع شيء في الوجود، ان تعيب على الخالق مش على المخلوق، وغير كده ده مش تحضر وثقافه، احنا كده كشعب عربي بندين وبنصحح وبنعمل العكس في نفس الوقت. كمان في اوروبا بيدعوا التحضر والرقي لكن البعض منهم بيفتقدها كما نحن ايضا كعرب، لو كل واحد حط نفسه في موقف اللي بيتعرض للعنصريه وحس بالوجع حتما كان غير نظرته، وانا بؤيد القوانين اللي بتحتاج الى اكثر ضبط وصرامه، وطبعا بنخاف من التطور وعدم السيطره على اللعبه مما يزيد الامور، لازم حل جذري قبل فوات الاوان. طبعا يمكن كلنا بنتفق على ان العنصريه شيء مرفوض طبعا، يعني رفض شيء تام، بغيض يعني شيء بغيض وكريه حقيقي. طيب شايف فكره القرارات اللي اتخذت لمنع العنصريه، احنا محتاجين نعمل ايه عندنا في مصر عشان العنصريه اللي بتمارس يعني مش بس لعيبه، مش بس الواحد زي شيكابالا، لعيبه كتير جدا بيتم تعرضهم للعنصريه والعبارات المسيئه، شايف ايه الحل الجذري لحاجه زي كده عندنا هنا في مصر؟ هو طبعا يعني بعيدا عن العقوبات الرادعه اللي اتخذها الاتحاد الاسباني عشان ازمه فينيسيوس، لكن حضرتك بتقولي احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين نعترف ان اصلا احنا عندنا عنصريه، يعني احنا للاسف مش يعني بندفن راسنا في الرمل زي ما بيقولوا، مش معترفين ان الاساءات اللي بتوجه دي هي اساءات عنصريه، بنحاول ناخد الامور في سكه ثانيه ان هو اللاعب اصل استفز الجماهير، اصل هو طبعا يعني المبررات دي لو يعني لو اتقالت في قضيه فينيسيوس هتبقى الموضوع كارثه يعني. فبالتالي احنا للاسف بنوجد مبررات للسلوك السيء من الجماهير، طول ما مفيش عقوبه رادعه، طول ما الامور بتستمر بشكل متزايد، طول ما ان احنا شغالين في منطق ان انا لا ما ينفعش ان انا اعاقب جمهور عشان اللاعب، واصل الامور مش عنصريه، عايزين نعترف الاول ان في وقائع عنصريه حصلت فبالتالي نقدر نشتغل عليها. الموضوع لا يسيء لينا يعني كمنظومه رياضيه بقدر ما الاساءه ان احنا ننكر ده، يعني الاساءه في ان احنا ننكر ان ده حصل، يعني عايزين الامور تعدي مرور الكرام. لكن للاسف احنا بنتعامل في كتير من القضايا الجدليه او اللي تخص الاساءات او الهتافات المسيئه
في بمنطق لا انا اللاعب بتاعي انا والطرف بتاعي ما بيغلطش، لا يعني مش عايز يتعاقب باي طريقه كانت. فبالتالي كل ما تعرض له شيكابالا في الفتره اللي فاتت الحقيقه كان حاجه صعبه جدا في الوقت اللي هو حتى يعني البعض كان بيلومه ان هو انت لا ما تردش على الجمهور. في اوقات كتير ما بيبقاش طرف في المباراه اصلا، يعني في اوقات كتير بيتم الهتاف المسيء باسمه في مباريات هو مش طرف فيها. ده حقيقي. بالتالي لما من امن العقاب اساء الادب، فما بيبقاش فيه عقاب او عقاب رادع ليه ومتزايد. يعني النهارده انت تجاوزت في حته معينه وكررت التجاوز ده، لا بعد كده يبقى في حرمان من الجماهير. ده حقيقي، لازم يكون في قرارات حازمه بشان العنصريه، لانه العنصريه دي يعني احنا بنتمنى عدم وجودها في كل العالم مش صحيح. بس في الكره المصريه، لانه ده مش الهدف في النهايه، ده مش الهدف من الرياضه. الرياضه هدفها توحيد البشر كلهم بمختلف طبعا جنسياتهم وديانتهم والوانهم، فبنتمنى ان احنا ننهي العنصريه بشكل نهائي، ان احنا ما نشوفش عنصريه. بشكر جدا، بشكر حضرتك جدا استاذ امير نبيل، نورتني وكنت سعيده بحوارك او بحواري مع حضرتك. شكرا استاذ امير، سعيد ان انا معاك. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.